الدفاع عن البغدادي المحمودي تؤكد ضرورة محاكمة عاجلة لموكلها بعد تعرضه للتعذيب. رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة يحذر من تدهور الأمن الغذائي بتونس. وعالميا وفاة الرئيس إيغو شافيز وفنزويلا تعلن الحداد. متتبعي قناة حنبعل، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. أكدت هيئة الدفاع الدولية عن البغدادي المحمودي في ندوة صحفية على ضرورة توفير محاكمة عادلة لموكلهم بعد تعرضه إلى التعذيب وتدهور حالته الصحية، كما انتقدت تسليم السلطات التونسية البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية ووصفتها بالخطيئة. تقرير عبد المجيد الغندور، تصوير ملاك بن عبيد. قضية البغدادي المحمودي تطفو من جديد على الواجهة بعد الآراء والمعلومات التي روجت حول تعرض الوزير الأسبق الليبي البغدادي المحمودي في عهد القذافي إلى التعذيب بالسجون الليبية، حيث أكدت هيئة الدفاع الدولية عن البغدادي المحمودي في ندوة صحفية الأوضاع المزرعة والحالة الصحية التي أصبح عليها منوبهم داخل السجون الليبية. عندما علمنا أن ظروفه سيئة جدا، عندما علمنا أنه ليس له أدوية، عندما علمنا أن ظروفه شديدة، فنحن تحركنا ومعلوماتنا مؤكدة ونحن لا نفتري على أحد، نحن نريد الحرية العدالة للبغدادي، ونحن نريد عدالة لكل الليبيين، ونحن نريد نظام قضائي عادل في كل الدول، وبالتالي نحن ناظر من أجل الحرية. الوضعية التي نحن بصددها جد دقيقة. على كل حال، جئت إلى تونس لأندد بوضعية لا تستهدف فقط الحرية وإنما الحياة والموت لمنوبي. هو تعرض للتعذيب وهي المعلومات التي بحوزتنا، وهو أيضا ممنوع من مقابلة محاميه، كما أنه أيضا لا يعرف الاتهامات الموجهة إليه. نحن إذن أمام وضعية غياب للقانون بصفة كلية. غياب للقانون يستهدف شخص منوبي، وكذلك يستهدف المنظومة القانونية. على كل حال، نحن نطالب بمحاكمة عادلة. سنطلب إرسال هيئة حقوقية دولية لمعاينة وضع الدكتور البغدادي المحمودي. هذا حق، هذه وديعة أودعتها السلطة الليبية عند تسلم البغدادي المحمودي لدى النظام التونسي. طلبت، قالت أننا مستعدون، مفتوحون لذلك، أننا أبواب سجوننا مفتوحة لزيارته. المحامي مبروك كرشيد والعضو في هيئة الدفاع انتقد طريقة تسليم السلطات التونسية لبغداد المحمودي إلى السلطات الليبية، معتبرا إياها بالغير قانونية في تلك الظروف بالذات. نعتبر أن مرتكب في تونس هو خطأ فظيع، والدكتور المنصف المرزوقي رئيس الدولة اليوم قال في حوار صحفي أن هذا كانت خطيئة تونس، وهذا كان يعني وصمة عار في جبين تونس حسب تعبير المرزوقي، وبالتالي نحن هذا القرار البطل سنطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية، وسنقوم بقضايا ضد الذين حاولوا هرسلة البغدادي المحمودي بسجنه. لدينا كل الإثباتات التي تؤكد أنه تعرض للتعذيب بالسجون التونسية، والهرسلة من طرف بعض الأشخاص غير مخولين في ذلك، قبلوا بالسجن وتصرفوا معه تصرف المالك في ملكه. من جهة أخرى، بيّنت هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي أنها ليست ضد الأنظمة، بل هي مع العدالة والحريات والمحاكمة العادلة لأي شخص كان. نؤكد أن نحن ليس لدينا مشكلة مع أي كان، نحن لسنا ضد الأنظمة، نحن فقط مع الحريات. نريد للبغدادي المحمودي أن يكون له الضمانات الكافية للدفاع عن نفسه، المحاكمة العادلة، أن توجد رقابة دولية لهذه المحاكمة. إذا لم يكن ذلك، فنحن سنقوم بالواجب وسنقوم بكشف كل ما يمكن أن يقع ضده من تآمر على حريته وعلى بدنه. اعتداء من قبل مجهولين تعرض له ليلة أمس مقر الزيتون الرياضية. أضرار تمثلت أساسا في حرق وإتلاف الأرشيف الرياضي للجمعية. عبد المجيد الغندور، ملاك بن عبيد. تعرض ليلة البارحة مقر الزيتونة الرياضية إلى الحرق والاعتداء على حارسه من قبل مجهولين أرادوا اقتحام المقر بالقوة. هذه عملية متاع سمحنا متاع بنظيم، فيش مش حاجة أخرى، خاطر دخلوا معاه في الليل العساس من اعتدوا عليه، كتفوه دخلوه المكتب نتاعنا حرقوه، شعلوه البيرو من داخل وسكروا عليه وخرجوا ومشوا. تلهبت البيروات الزوز. هو في الحقيقه الاعتداء هذا مش اول مره، حتى عملناه والولد عملناه وكانت جمعيه مستهدفه. هي المساحه هذه كلها مساحه مستباحه، معناها احنا حتى في وقت ساعات التمارين نتاعنا يدخلوا ناس، معناها اجانب ما عندهم حتى علاقه بالرياضه، ما عندهم حتى علاقه بالجمعيه، يدخلوا يكوروا سمحني يسكروا. رئيس الجمعية ومدرب الزيتون الرياضية أكد أن الخسائر التي لحقت المقر تتمثل أساسا في إتلاف الأرشيف الرياضي للجمعية،
الارشيف كله تحرق ورخنا كله تحرقت. الارشيف انت تعرف الارشيف معناها فما جمعيه ما عندهاش ارشيف وفيه معناها الحاجات نتاع السنوات قديمه برشا، فهمت؟ اش باش نقول لك، خساره كبيره برشا للزيتونه، خساره كبيره برشا، وذكريات الزيتونه مش حتى بار هذايا، معناها ذكريات ما يعرفوش قيمتها هما، هذوما الاولاد الله اعلم عليهم شنو النوعيه نتاعهم، وهكا ترى في صورت وشفتوا كل شيء على عينيكم كيفاش خلوها الجمعيه وكيفاش خلوا الاثاث والاثار نتاعها. بلوك جامي الناس كل تلفت للجمعيه هذه العريقه، وكهو كل واحد يعمل اللي يعمل اللي لازم باش يعمل وكهو. في إطار البحث عن استراتيجية فلاحية فعالية لتجاوز حالات العجز الغذائي في الأقطار المغاربية، التقى رئيس الجمهورية المؤقت رئيس الاتحاد المغاربي للفلاحين. لقاء تناول بالأساس سبل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب المغاربية. مزيد التفاصيل في تقرير محمد علي العياري. التقى رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي عشية اليوم رئيس اتحاد الفلاحين الجزائري ورئيس الاتحاد الليبي للفلاحين، كما التقى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وتناول اللقاء آليات النهوض بمشروع الاتحاد المغاربي من خلال تحقيق التكامل بين هذه الاتحادات الوطنية ورسم استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الغذائية المشتركة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. سياسة الدعم في القطاع الفلاحي هي جديرة بالاهتمام، وكذلك دعمنا فيما يتعلق بتكتل الاتحاد المغرب العربي. اقترحنا على فخامة الرئيس أن يكون تكتل مثل ما يكون كذلك في بيع البضائع والسلع والمنتوجات، واقترحنا على فخامة الرئيس إمكانية عقد المؤتمر إن شاء الله اللي هو ينعقد المؤتمر يوم 30 مارس بمناسبة يوم الأرض. نظم الاتحاد المغاربي للفلاحين حول الجودة والأمن الغذائي في المنطقة الأورومتوسطية ندوة تناولت برنامج الآلية الأوروبية الثنائية بين إيطاليا وتونس، وحذر خلالها رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة من تدهور الأمن الغذائي بتونس. عبد المجيد الغندور. تحقيق الجودة والأمن الغذائي لبلدان الأورومتوسطية رهين تطوير المنظومة الزراعية، حيث أكدت رئيسة الاتحاد المغاربي للفلاحين أنه سيتم بعث مشروع شراكة إيطالية تونسية لتحسين الجودة. فما مشروع وقع مع تقديمه في إطار هذا البرنامج مع شركاء إيطاليين وتونسيين، يهتم بالجودة في المنتجات الفلاحية والغذائية. يعني خصنا ندعموا البحث الزراعي، البحث العلمي لتمكين فلاحين المنطقة المغاربية من بذور مختارة، لأنه أنا أؤكد لكم أنه باستعمال البذور المختارة يمكن لنا أن نضعف بثلاث أو أربع مرات منتوجنا فيما يخص الأقماح. أزمة حقيقية يعيشها القطاع الفلاحي هذه السنة بسبب كلفة الإنتاج ونقص حاد في الأمطار وتواصل عمليات التهريب وارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية الموردة، كلها أسباب نبه إليها رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أحمد حنيدر جر الله لتدقى ناقوس الخطر على مستقبل أمننا الغذائي. الأمن الغذائي كما نبهنا في السابق أنه عنده استراتيجية كبيرة يجب التطرق إليه بكل عمق. نبهنا في بداية الموسم قلنا راه باش تقع مشاكل في الحبوب، في نقص الحبوب وفي الأعلاف وفي الحليب، اللي ما كنا طالبنا بفتح معمل تجفيف الحليب والعمل على معناها أنه يستغل خلال هذه السنة، ولكن إلى حد الآن لم نجد أذان صاغية. ارتفاع الأسعار هذه نتيجة طبيعية للي قاعد يحصل من نقص أمطار، من مسالك توزيع ماهيش منظمة، من سوق موازية، من تهريب، من هذه كلها نتيجة مباشرة للشيء اللي نبهنا له في الأبان. وفي غياب سياسة فلاحية واضحة من طرف الحكومة يبقى القطاع الفلاحي التونسي في بوتقة الخطر إذا لم يقع حل المشاكل التي تعاني منها مختلف الأنشطة الفلاحية في الآجال القادمة. قرر
الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم تجميد عضويته بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، مبررا ذلك بما اعتبره سكوت هذا الأخير عن سياسة الإبادة التي انتهجتها العديد من الأنظمة في مواجهة الثورات والانتفاضات العربية، وذلك في تآمر معلن مع هذه الأنظمة. واعتبرت المنظمة الشغيلة أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العربي انحرف مساره وتخلى عن الدفاع عن ضحايا الاستغلال والتفقير من الأجراء والمستضعفين. من جهة أخرى، مائدة مستديرة نظمتها جمعية البحوث حول الديمقراطية والتنمية تناولت المسألة الأمنية والإصلاحات في علاقته بالدستور. نهلة الحبشي، منعم الورتاني. المسألة الأمنية والإصلاحات والدستور عنوان مائدة مستديرة نظمتها جمعية البحوث حول الديمقراطية والتنمية بالتعاون مع مبادرة الإصلاح العربي وبدعم من سفارة البرتغال بتونس. الوضع ينجم يكون يتحصر في عدة حاجات، أن الدولة تأخذ زمام الأمور، الأحزاب تحمل مسؤولياتها، معناها المجتمع المدني يتحرك بوزيتيفمون، مش نبعد شوي على الضغينة ونبعد شوي على العنف السياسي والعنف اللفظي والعنف في الجرائد والعنف في الشارع. وقد أكد وزير الداخلية البرتغالي السابق ألبرتو كوستا على هامش الندوة أن سلك الأمن يتحول بتغير الأحداث التي مرت بها تونس، مضيفا أن الديمقراطية تتطلب مزيدا من الوقت. ليست لدي الفكرة الكافية عن الوضع الأمني والأمنيين بتونس، ولا أستطيع تقديم قراءة كافية عادلة. أعرف جيدا أن الوضع الذي مرت به تونس كان صعبا والديمقراطية تتطلب البعض من الوقت. يجب أن تكون هنالك ثقافة شاملة للتغيير وتحسين الأوضاع. ومن جانبه، صرح رئيس مبادرة سوريا الجديدة سلام كواكبي أن الوضع الأمني في سوريا فاق كل التوقعات، مؤكدا فداحة التجاوزات الأمنية. هناك حرب ضد المدنيين قائمة منذ سنتين، هناك قتل يومي، هناك تدمير المدن، هناك مليون لاجئ سوري في المدن المجاورة، هناك 3 ملايين لاجئ سوري داخل سوريا انتقلوا من مدنهم إلى مدن أخرى نتيجة الدمار، هناك قتل، هناك تدمير البنى التحتية، وهناك رفض لأي محاولة إصلاح سياسي أو الخروج من عنق الزجاجة من قبل النظام. ندوة دولية شارك فيها خبراء دوليون ووطنيون تناولت مشروع العدالة الانتقالية تحت عنوان المناصرة والمساعدة على معرفة الحقيقة، نظمتها الجمعية التونسية لقانون التنمية. تقرير نهل الحبشي، تصوير منعم الورتاني. شرعت الجمعية التونسية لقانون التنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إنجاز مشروع حول العدالة الانتقالية تحت عنوان المناصرة والمساعدة على معرفة الحقيقة. نحبوا نعرفوا الضحايا متاع الأنظمة السابقة، هل هي فاهمة معنى العدالة الانتقالية، سواء الضحايا سواء الإدارات كذلك اللي هي طرف الانتهاكات، وكذلك المنتهكين، معناها مش نوصلوا لهم زادة، كذلك نعطيوا دي كيستيونير احنا مش نوجههم لأطراف هذية ويجاوبون عليهم، وتبعا لك الاستجوابات نعملوا دراسة نخرجوا النتائج متاحها وننشروها للأطراف المعنية اللي تحب معناتها تتابع الموضوع هذا، وكذلك نحبوا نسمعوا انتظارات للضحايا. هذا وسيتم إنجاز مسح ميداني بولايات نابل، قفصة وجندوبة لمعرفة ما جرى وما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان ومن مظالم في الحقبة البرجيبية والنوفمبرية. جينا نشوفوا نلقاو عدد النساء اللي تم معناتها انتهاك حقوقهم معناتها، وكل في ولاية نابل حاجة معناتها مش معقولة. كذلك قفصة، الناس كلها تعرف قفصة شنو صار فيها، معناتها رديف معناتها حوض المنجمي وكل. بالنسبة لجندوبة كذلك لقينا برشا مناطق فيها انتهاكات. نحن في أمس الحاجة لعدالة انتقالية تضمن المصالحة الوطنية، ولكن هذا لا يتم بدون الكشف الحقيقة حول الانتهاكات الصارخة، وخاصة لما جرى للمؤسسة العسكرية في سنة 91 من تعذيب حصل لأكثر من 244 عسكري من ذوي كفاءات عالية،
للأسف بعد سنتين تقريبا أو أكثر من اندلاع الثورة المباركة ما زالت المأساة متواصلة. لابد من الوثيقة، والوثيقة هي تدلك على الحقيقة، هذا الشيء الثابت موجود في القضاء. ثم كذلك نعرف أن هناك ما عندوش وثيقة قانونية ربما، ثم هناك التجاءات إلى شهود، إلى كذلك وين وقعت انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حسب الأدلة الموضوعية والمعقولة. ختاما، يعد كشف الحقيقة من أولى مراحل مسار العدالة الانتقالية وأبرزها، إذ بدون ذلك لا يمكن معرفة هذه الانتهاكات. في إطار إيجاد مناخ تعاون وشراكة وتقوية للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والشمال الغربي التونسي، أدى سفير أمريكا جاكوب ويل زيارة إلى ولاية باجة للاطلاع على الواقع الاقتصادي في الجهة. جمال خلولي، وليد تلمودي. أدى سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جاكوب وولز زيارة عمل إلى ولاية باجة، حيث التقى والي الجهة نصر التميمي وتناول معه عديد الملفات المتصلة أساساً بالمسائل الاقتصادية والأمنية. زيارة في إطار التعاون بين السفارة وبين الشمال الغربي ككل وخاصة الجهة، في إطار التشاور حول بعض المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، أيضا أفاق التعاون هذا وكيف التفاعل أيضا المواطنين بالجهة هذه مع الثورة. نعرف خاصة وأن موقف المواطن الباجي متميز، إذا جلب الأنظار بكل صدق هذا السلم الاجتماعي المتوفر، هذه المشاريع التي انطلقت. وكان للسفير الأمريكي جلسة عمل بمقر الغرفة التجارية والصناعية للشمال الغربي، حيث تم عرض بعض مشاريع التنمية والاستثمار على أنظاره. سعاد سفير أمريكا يعرف جيدا الدور الكبير تقوم به غرفة التجارة والصناعة بصفة عامة، وزيارته لغرفة التجارة وعقد لقاء مع ممثلي الغرفة هو في صلب الموضوع، لأنه يعرف كونه الغرف هي النافذة المطلة على الواقع الحقيقي للتنمية بالجهة. وأكد السفير الأمريكي أن زيارته التي تعتبر الأولى لجهة الشمال الغربي قد خصصت للنظر في بحث إمكانيات التعاون في عديد المجالات، إضافة إلى مسألة توفير الأمن التي تضمن مناخا إيجابيا للتنمية والاستثمار، مشيرا إلى أنه اطلع على عديد الأفكار التنموية التي يمكن وضعها في إطار مشاريع المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس. إلى الأخبار العالمية، حيث أعلنت فنزويلا الحداد 7 أيام بعد وفاة رئيسها هوغو تشافيز بعد صراع طويل مع مرض السرطان، كما أن الرئيس الراحل سيشيع في مراسم وطنية الجمعة. وقبل أعلان الوفاة اتهمت فنزويلا الأعداء التاريخيين بالتسبب في إصابة تشافيز بمرض السرطان الذي أدى إلى وفاته أمس. ريم زغدود بعبيدي. أعلنت فنزويلا الحداد على رحيل زعيمها هوغو تشافيز عن عمر 58 سنة، والذي توفي فجر اليوم بعد معركة طويلة مع مرض السرطان، فيما تقرر تشييع جثمانه يوم الجمعة. وتولى نائبه نيكولاس مادورو السلطة بانتظار انتخابات رئاسية جديدة تجري خلال 30 يوما، وكان لنبأ الوفاة ردود فعل دولية واسعة، فيما أعلنت الحكومة الحداد الرسمي لمدة 7 أيام اعتبارا من الثلاثاء وتعليق جميع النشاطات العامة والخاصة من الأربعاء إلى الجمعة. تجاوز عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حاجز 1,000,000 لاجئ في دول الجوار، وذلك في فترة مبكرة للغاية على ما كان متوقعا، مما يزيد من الضغط على الدول المجاورة التي تجد صعوبة في إعالتهم. أما على الصعيد الميداني، فقد تواصلت الاشتباكات العنيفة في حي مخيم اليرموك في دمشق، فيما أسقط الجيش الحر مروحية عسكرية تابعة لقوات النظام قرب مطار النيرب العسكري في محافظة حلب، في وقت تواصل فيه قوات النظام السوري قصفها أحياء حمص القديمة المحاصرة.
عززت قوات الجيش المصري من وجودها في محيط مديرية أمن بورسعيد وديوان عام المحافظة بعد ليلة من الاشتباكات الدامية. وتشهد مصر موجة من أعمال العنف والاحتجاجات على النظام انطلقت عقب إصدار الرئيس المصري إعلانا دستوريا اعتبرته المعارضة يكرس لحكم الفرد، وذلك قبل أن يلغيه مرسي بإعلان دستوري بديل. ودعت الجبهة إلى تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. بهذه الجولة العالمية نأتي إلى نهاية نشرتنا، وإليكم التذكير بالعناوين. هيئة الدفاع عن البغداد المحمود تؤكد ضرورة محاكمة عاجلة لموكلها بعد تعرضه للتعذيب. رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة يحذر من تدهور الأمن الغذائي بتونس. عالميا وفاة الرئيس هوغو تشافيز وفنزويلا تعلن الحداد. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.